محافظة ميسان أغنى مدينة في العالم، كل من لم يعرف هذه المدينة سيخالها ذات عمران وناطحات سحاب وتطور لا حدود له. فالأغنى دائما ما يكون صاحب الصدارة، فما بالك لو كان على مستوى العالم. ميسان هي إحدى محافظات العراق، تقع شرق البلاد على الحدود الإيرانية. عاصمتها العمارة الواقعة على نهر دجلة، تعاني فقرا مدقعا وتدنيا في شتى الخدمات، يكاد يجعلها أسوأ مدينة في العالم من حيث تدهور الواقع المعيشي والخدمي رغم الثروات النفطية الكبيرة التي تمتلكها. لا عندنا لا في لا قطع، أغنى محافظة بالعالم، أغنى محافظة بالعالم، وما عندنا لا في لا قطع لها، ونطالب من الحكومة توفر لنا بيت قطعة، وقاعدين بحواسيب كلها جاهل عندنا، ونطلب من الحكومة تعطينا بيت قطعة شقة. زين النفط ما محصلين شيء؟ النفط هم ماكو، ما محصلين شيء من النفط. احنا ريدنا سبيت قطعة نسكن بيها، ما عندنا اي شيء. مسؤولون محليون قالوا إن المحافظة لم تستلم مستحقاتها المالية من قبل الحكومة المركزية، وهذا ما أدى إلى التريث والتوقف بتنفيذ المشاريع الاستثمارية، ذاكرين بأن الذي يرى المحافظة يشاهد بأنها محافظة نفطية غنية، إلا أن نسبة الفقر في المحافظة يزداد بشكل كبير، فهي تعد من أفقر المحافظات العراقية على الرغم من أنها أغنى المحافظات من حيث الثروات الطبيعية على حد تعبيرهم. محافظة ميسان تعتبر هي أغنى مدينة في العالم لامتلاكها على ثروة نفطية هائلة، أيضا امتلاكها الثروات الطبيعية من الأهوار والزراعة، وكذلك امتلاكها على المصانع الموجودة في المحافظة. هنالك 5 مصانع موجودة في المحافظة، لكن للأسف تلاحظ أنه هذه المدينة كثرة الفقر وكثرة البطالة. لا يميز الفقر هنا بين أغنى مدينة أو أفقرها، فالغنى غنى النفس هنا على ما يبدو، فتردي الأوضاع الخدمية فيها يزيد بنسبة أكبر عن حال بقية المحافظات التي تشهد جميعها تدهورا وتراجعا في شتى المجالات.